من لندن ينضم إلينا دكتور أحمد المشتت، طبيب جراح بالمستشفى الملكي في لندن. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بك على شاشة الغد. في البداية، ما الذي استدعى من الشركة تخفيض نسبة فعالية لقاحها في مواجهة أعراض كورونا بعد أشهر من استخدامه؟ الحقيقة التخفيض هو بسيط جدا، يعني من 79 إلى 76% شيء لا يذكر. خلفية هذا الموضوع أن يوم الاثنين الشركة قدمت التقارير الأولية أو المبدئية لنتائج التجارب السريرية الأخيرة التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية وبيرو وتشيلي، وضمت 32 ألف متطوع، وهو أكبر من عدد المتطوعين في التجارب التي حدثت في بريطانيا العام الماضي. والنتائج الأولية أثبتت فعالية اللقاح وسلامته، وخصوصا فيما يخص حدوث الجلطات الدموية، إذ لم تحدث أي حالة واحدة في هذه المجموعة. الشركة كانت مصرة على أن تخرج هذه النتائج بسرعة، أعتقد لتطمين الأوروبيين على موضوع لقاح أوكسفورد أسترازينيكا بعد الشوشرة الأخيرة الإعلامية التي حدثت في الأسابيع الأخيرة. ولكن هيئة الأوبئة والحساس وأمراض الحساسية في الولايات المتحدة الأمريكية لاحظت من خلال تدقيقها للمعلومات أن المعلومات كانت قديمة. الحقيقة النتائج قدمت وكانت آخر النتائج المسجلة هي في 17 من شهر فبراير. فالهيئة الأوبئة أرادت من الشركة أن تظهر كل النتائج لحد هذا اليوم أو لحد لحظة إنتاج لحظة يعني الاثنين أو الاثنين أو يوم الثلاثاء. الجدل عقيم طبعا، هو ليس مهم وليس أساسي، ولكن أعتقد المشكلة في لقاح أوكسفورد أسترازينيكا أن القائمين على اللقاح تخبطوا في بعض القرارات. كان يمكن أن يؤجلوا إخراج النتائج يومين أو ثلاثة أو حتى أسبوع حتى يقدموا نتائج كاملة ودقيقة ولا يحدث جدل حول هذا الموضوع. المهم في النهاية الدراسات هذه أثبتت أنه لقاح فعال جدا وأمين جدا. نعم. والتجربة البريطانية أثبتت ذلك. ولكن اللافت في الأمر أن الشركة تميز في نسبة فعالية اللقاح بين الأعراض المرضية العادية للفيروس والأعراض الشديدة، ماذا يعني ذلك؟ الحقيقة هذا بالنسبة لكل اللقاحات، لو قسمنا الحالات المرضية إلى قسمين، حالات طفيفة ومتوسطة أي لا يحتاج المريض لدخول المستشفى، وحالات شديدة هذه يحتاج المريض إلى دخول المستشفى وقد تكون هناك نسبة للوفاة. هذه بالنسبة لكل اللقاحات. بالنسبة للقاح أوكسفورد هو فعال بحوالي 80% لتقليل من الإصابات وظهور الأعراض بشكل عام، وهذا يساعد في التقليل من انتشار الفيروس، وهو 100% في التقليل من نسبة الدخول للمستشفى والوفيات. وهذا الحقيقة هو أهم عامل في موضوع فعالية اللقاح، لأن الغاية من إعطاء اللقاح هو حماية المعرضين للخطر وكبار السن من الدخول إلى المستشفى والوفيات، وهذا هو العامل الحاسم في إعطاء اللقاح لهذه المجموعة من الناس كأولوية. أن تتراجع فعالية اللقاح دكتور أحمد، هل يعني برأيك أن أعراضه الجانبية يمكن أن تزداد أو حتى تصبح أكثر خطورة على متلقيه حول العالم؟ سؤال مهم. أبدا، الموضوع كله لم يتعلق بفعالية بدرجة أمان اللقاح، الموضوع يتعلق بفعالية اللقاح، وهذا الرقم من 79 إلى 76 هو يخص فعالية اللقاح. يعني لو أعطيت اللقاح لمئة شخص 76 منهم لن تظهر عليهم أعراض المرض. في السابق في النتائج الأولى التي ظهرت يوم الاثنين قالوا 79، الفرق ضئيل جدا، ولكن موضوع أمان اللقاح ودرجة سلامته لم تتأثر نهائيا. حتى تدقيق هيئة الأوبئة الأمريكية أثبتت هذه النقطة أن اللقاح سليم وآمن، ولم تظهر أي أعراض خطيرة مثل الجلطات الدموية التي تم تسجيلها في بعض الدول الأوروبية في الأسابيع الماضية. دكتور أحمد، أيضا كل ما أثير حول تغير نسبة الفعالية، إلى أي مدى برأيك أثر على مصداقية الشركة وربما يدفع الدول إلى تجنب استخدام أسترازينيكا
وتذهب للبحث عن بدائل أخرى؟ الحقيقة الموضوع اللي يثير هذا الأسبوع أو هذا اليوم حول انخفاض الفعالية لن يؤثر كثيرا، ما أثر فعلا وما حدث في الأسابيع الماضية ومحاولة الأمم أو الدول الأوروبية من تقويض الثقة بلقاح أوكسفورد، وأعتقد شخصيا أن هذا جزء من حرب اللقاحات التي بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي بسبب عدم حصول الدول الأوروبية على كميات كافية من اللقاحات. كل الدراسات وكل البيانات التي أظهرت من وكالة الأدوية الأوروبية ومنظمة الصحة العالمية أثبتت أن لا علاقة مباشرة بين لقاح أوكسفورد أسترازينيكا وحدوث الجلطات الدموية، ورغم أن الدول الأوروبية عديدة باشرت باستخدام اللقاح مجددا، لكن ثقة المواطن العادي تأثرت كثيرا. يعني 60% من المواطنين الفرنسيين لا يحبذون أخذ لقاح أوكسفورد أسترازينيكا. دول مثل النرويج والسويد لم تباشر في العمل وقررت أنها لن تعطي لقاح أوكسفورد أسترازينيكا. أعتقد هذا هو كان المفصل الرئيسي في تدمير ثقة المواطن بلقاح مهم جدا وأمين جدا وأثبت فعاليته في الدراسات البريطانية، حيث قلل ب 80% من حجم الوباء وعدد الوفيات وعدد الداخلين إلى المستشفى. استخدم في بريطانيا الآن لأكثر من 15 مليون شخص ولم تظهر أي أعراض جانبية خطيرة. طيب في المجمل، إلى أي مدى يمكن القول أن بريطانيا اقتربت من الانتصار على فيروس كورونا؟ لم تقترب. الخطوات التي قطعتها بريطانيا في تطعيم أكثر من نصف من السكان خطوات مهمة وجريئة جدا وسبقت كل أي دولة في العالم في هذا الموضوع، ولكن يبقى المهم هو عدم السماح للسلالات الجديدة خصوصا سلالة جنوب أفريقيا والسلالة البرازيلية من الدخول ومن الانتشار، لأننا لو سمحنا بذلك فسنعود إلى المربع الأول. لكن عمليات التطعيم الواسعة أثبتت كفاءتها الباهرة في الحقيقة وساعدتنا في الاقتراب من السيطرة على المرض. وباء كورونا لن يختفي ولن ينتهي، ولكننا في نهاية هذا العام أو على الأقل في هذا الخريف سنتمكن من جعله مرضا مسيطر عليه ومرض ممكن علاجه وقد تعود الحياة إلى طبيعتها. نعم، دكتور أحمد لمشتة، الطبيب جراح بالمستشفى الملكي في لندن، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.